زين صارت حركه بالماركت لك بالماء ابوس ايديكم لا بالماركت لا والله بيكم بقناتنا شلونكم اصدقائي ان شاء الله تكونون بالي بخير اليوم الفيديو حتى مريم ما تعرف بيه شنو هو رجعنا لكم بفيديو جديد اليوم راح يصير اخ مريم اليوم كامل مريم راح يكون عندها اخ اليوم كامل يعيش وياها كانما اخوها هو بالحقيقه اخوها لا مريم لازم يصير عندك اخ لازم يصير عندك اخ انا عصبت اي ما اريد اخو الاخو راح يصير يحاسبني على كل شيء بالعكس الاخ يصير حنين ما يصير حنين يصير حنين يعوفني بالبيت ببحني يا رب يعني راح يلعب ويا اصدقاء بابا هم صحيح لا تعرف منو حيصير اخوي زين منو راح يصير اخوي منو راح يصير اخوها دقت الباب منو يا رب تعال نشوف منو نشر الله يخليك ها حبيبي يعني مصطفى ابو مريم لمده يوم كامل اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا يا هلا بيك نورت بيتنا نورت دارك حبيبي كان مسافر ورجع عليك تو اجى من السفر الحمد لله على سلامتك فوت الحمد لله يا اخوتي سلامتك حبيبي الف الحمد لله على سلامتك شو ضايجه ليش ضايجه ما اريد اخو والله ما اريد اخو ما اريد اخو عصبت من اخوها ما تريد اخو عفية هو هذا اللي اريده لك مريم مدمرتنا بالبيت السفر صار عندك اخر يوم كامل ما ترضين دير بالك طالعين صوتك علي يا جماعه اول ما اجي اصخرها على قلاص ماي لك انا تدري شو تسوي بيا مريم يوميه لك تدري شو تسوي بامها باع الدموع ليش تشوف الدموع مال امها ليش وينك تجيبي اعطي مي لاخوك عفية هاي شنو تفضل لا تقولي لها عافية لك اي رجال البيت عافية ها سر صار ماكو ماكو شو معاجب هالعجب هاي ايش بي اخاف مراضي لين ابني يجي اخاف مراضي لين اخوك لا ها شنو ها اختنا كل ولد لا ايش تسوي ايوه عافية رجال البيت اجي لا ابو سيدكم بلا مشاكل من الصبح حياة ابو سيدكم ايوه ابو سيدكم لا لا ايش عاجبك تتريق يا عمري بس قل لي كيفك امي حبيبتي بكيفك؟ ابكي اما صوت الوليدي يا مو سمعنا صوته خير امي داني علي بس اسالك ان شاء الله اسالك ايش تريدين تتريقين عيني تتمنى علي اي شيء اي شيء ها زين ليش احسك غيرانه مريم من هذا الموضوع؟ غيرانه لا لا تتلكم لا تتعال لا بلا مشاكل لا 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 الخاطري انا زعلت حتى ريق ما اريد اتريق لا زعل 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 اسمع عزيزتك الخاطري ما تنحس امشي حلوني السواق ما عندنا مسواق ابني جاي امشي يا ابني جاي من اني ما ابقى انتظرك انا اروح اسوق لابني مريم حبيبتي هذا اخوك لازم وياه انت وياه يعني صلوح ما يصير لي يوم كامل امي داري يا بس يا اخويا صف البطه السوداء لا انت الكتكوت الابيض مو البطه السوداء ان شاء الله على اولادي ما شاء الله على اولادي يعني ابني قره عيني وقف مستعجل اي لادة يداري اخته شفتوش قد يحبها شفتوش قد يحب اخته شفتي سرى لا ترباتنا ما ضاعت بمصطفى ترباتنا ما ضاعت غير تقعد يلا هزوا ها اني داري اخته شفتي شلون يداريها شفتي دا يمرجحها المريم يمرجحها مريم متونسه ويا اخوك ما لحد الان الامور ويا اخوها طيبه لحد الان طيبه حبيبي انت هم مصعد مصطفى افتر انت هم مصعد اذا تحب يلا عافية بولدي عافية ملوك مرتاح لأختك حبيبي ما انت مرتاح لأخوك عافية ان شاء الله دومكم هيجي ده تدعي سرى بالرياضة ليش ما تتمرجح ويا اختك يقول هاي لعب البنات انا العب شوية الولد عافية رياضي على ابو منو 30 سنة انا العب حديد يلا حب هاي شنو هنا انا بنتي نزلت بالمرجوحة وهنا انا ابني ليش ما تلعب ويا اختك ابني ليش ما تلعب ما يقبل شوفوا ما يقبل مو لا مصطفى اي عافيه هذا شغل الولد شوفي ما يقبل على شغل الولد ما يقبل باع العناد راح تقلد واحد يقلد الثاني عافيه مصطفى سوق عليها عافيه راح اصير عركه يا جماعه بالملاعب عركه اترجاكم مصطفى مريم ابوس ايديكم لا تسوقون هوايه ابوس ايديكم لا تسوقون هوايه مصطفى اترجاك حبيبي انت ومريم مريم دائما تخطمي بالماركت زين مريم انا اخوك انا سندك عافيه باع السند اخوها سندها تعال يلا سوقوا منا يلا خياي يا جماعه شغلونا بهذا الفيديو اغنيه خياي صدق خياي
باع واحد واخر صرا شوفي واحد ياخذ للثاني حاجات واحد يسوق للثاني تذكرت بعد روحي اي والله بعد روحي عافيه باع شلون تاخذ الاخوها شوفي شلون تحب اخوها بس اخوها الظاهر ما يحبها لان ما دا يسوق لها اخذ لها شاي تشيز شاي اخذ لها حط لها زين صارت حركه بالماركت لك بالماء ابوس ايديكم لا بالماركت ابوس ايديكم اسمع كلام اخوش ايوه تعال خذ لها هاي العوده مصطفى تعال تنظفين البيت كليته راح تقب عركه بالماركت ابوس ايديكم لا انت كبير لازم تسمعين كلامه وشنو يقول لك تقولي له نعم اعتذري من اخوك اعتذري من اخوك يريد انا في الخدامه لا مو خدامه اعتذري من اخوش قولي له انا اسفه مريم ما تنجرح مريم ما تنجرح خير ان شاء الله خير ان شاء الله ها ها يا جماعه ها شو تريد تباوع حبيبي دقيقه مريم دقيقه الفيلم الجديد اريد اشوفه اريد يباوع الفيلم اللي متابعه ها انت شو تباوع كافون لا انتوا باعوا علي يا جماعه يا جماعه اوقفوا بالاستعداد اوقفوا بالاستعداد تسمعون كلامي كليتكم لو تتعاقبون عقاب عسير الاسراء زين الصالحو الصالحو انتوا اخوان بيناتكم الصالحو ها شنو اعتذر اخويا اعتذر اخويا احكي عدل شنو اعتذر اخويا الكبير قبلت اعتذارها حبيبي اي عافيه عافيه هو هم من كبر قول ايه لا انا احكي بكيفي عافيه بكيفه اسمعوا اقعدوا هنا أنا على الكرسي اقعد بصف اخوك اقعد بصف باع ما يقعدون واحد بصف لا خسره لا انا الصراحه حيخبروني جهالك علي ما نطالعين ما اكيد على امهم اكيد على امهم معنا ايش علي انا فقيره بدل عوي بدل بكي ابوي سيدك لا تبكي انت الوحيده الوحيده وكل وحده المدلله بالبيت ايش انت المدلله يعني شو سوى اخوك رجع من السفر كافي دلال هو لازم هم يدلل لا لا هو هسه المفروض قاعد يباوع انت قومي نظفي ساعديني بالبيت ما هي لان ما متعوده عليه سرى لازم شويه شويه بين ما تتاقلم وياه ترى بكل العالم افتر بكل العالم كني الغندوره وهو بس يجي خرب كل الغندوره خرب كل الغندوره يعني انا شلون اخوك غير لازم يجي يعيش وياك ليش ما لا تخافين لا تخافين شلون يا ربي شلون راح احلها بس فهموني فهمني صار ما دا اتحمل الوضع هذا عشان لا 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 ليش ليش شو الصاير ايش بيك عيني بس احكي لي ابني, ابني معصب من ورا بنته من ورا اخته ليش شو الصاير شو مسوي اسمع من عده ماما قاعدة الوحدة جاي تنظف خلي تقوم تساعدها اي والله وحدي والله وحدي يا وليدي شو اسوي ما تساعدني هاي يا اختك بس بالغرفة اسمع حبيبي وتاج راسي انت اني انت ذخري الوحيد انت اريدك تقوم عليها ترسلها تقولها قوم ساعدي امش بالبيت اني فقراتي وظهري يا وليدي تعبانة ذاك اليوم بدنا نالها نص عمود فقري زين من ورا التنظيف الله اكبر عليك اريدك تقوم عليها ترسلها تقولها قوم ساعدي امش اي والله يلا سندي يلا حبيبي يلا عليك هاي شنو قاعده هنا تمشطين قومي ساعدي امي لا والله ما ساعدها انت ساعدني انا ابو جاي ساعدها انت قاعده هنا يعني ظهري مكسور غير ساعديني دي يقولي قومي ساعدي اختي شاطر بين اخوك وليت عافية عافية سمعت الكلام الظاهر سمعت الكلام يلا 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 كافي دلال كافي دلال اخوك 12 سنة بالغربة ترى تعبت من المشاكل خلي الصالح يا ربي يا الله يحنن قلبك خلي كلنا نبدا بالبيت كل واحد انت ساعدني بغرفتي وماما وبابا يساعدون بينهم اوكي اتفقنا حاشت ايدك مريم عافيه خلي نسوي سباق بين اللي يكبل يلا اتفقنا اتفقنا يلا انتوا باعوا انتوا رتبوا هنا واحنا راح نرتب هناك متفقين يلا عفوا مريم والله ما ادري ما اروح اسال ابوك انت شايه ولا تشتغل تمام بابا مريم مختفيه وين راح حبيبي هسه مريم تدري وين تلقاها مريم هسه تلقاها قاعده بالغرفه وحاطه حلويات وايباد روح عليها روح اي حلويات قولي لها بعد تباعين بالايباد قاعده جاي تباعين بالايباد ماخذه حلويات طيني يلا يلا ايش بيك خلي شارك لا ما اكو شارك يلا اريد العب عارفه لا اقول للبابا اقول ليش مشاركتي انت وياه؟ ليش خلي شارك خلي شارك وقال لا يعني شلون انا بلشت ويا المشاكل ما يخالف تحمليها اخوك يعني انا ما اريد اخو تعال علي شوف بنتك ومشاكلها المدى خلاص الله خير ان شاء الله مسلسل تحكي وياه الله الله حبيبي يا انا سالمه
لا ما يصير الله يخليك ما يصير البرده راح تشغل خير ان شاء الله. شوفوا هالعصبيه قلت لي زين بس دقيقه علاوي علاوي بس اوقف ابو علاوي بس دقيقه هسه انطيني رايك بالاخ شنو رايك اذا صار عندك اخ خير ان شاء الله؟ لا يعني ابيت ليش؟ ليش؟ اكرهه ليش؟ اخذ كل شيء من عندك مو لازم تشاركون وهذا الاخ هو ساعه يحبك بس اسمعيني هو الاخ ساعه يحب الساعه يتعارك ويا الساعه بس هو صديقك ويحميك ما يصير اي حتى لو يحميني يظل كل شيء ياخذ مني لا يسامح سرامو هي لان متعوده هي بحدها وكل شيء لها فصارت اي ما يصير ما يصير زين انتم مو تقولين انا دائما اريد اخي يلعب وياي مو جبنا لك اخياتي ها هسه لازم اخت يما قلبي يا رب قلبي يا رب قلبي يا رب من ورا مريم جيبي لي كلاص مي هاك تفضل جيبي لي برتقال اخ منك تفضل حطي هنا وجيبي لي شاحنه اخ تفضل الشاحنه روحي قولي ماما خلي تجيب لي رقي اخ منك انت كل ساعه تريد رقي حاجه حلوه انا عندك خدامه مسكيت ايه خدامه ما اريد صوت يلا روحي قولي لها والله ما انت ما تقدر تجيب لك وعمالك الدنيا صارت الدنيا شتا ولابسين كل الاوضاع يا معلم لا مريم الخاطرنا وين تروحين مريم لا الخادة يا شعر مريم لازم نصالحكم مريم بس بسرعة بس خلي احكي راح اطلع اجي تب بدال الله يخليك مريم حبيبتي بس صالحوا هسه نهدي النفوس تجيني تقولي بعد ما تدليليني بعد ما تحبيني تغار من اخوها لا والله ما اغار بيه هو اللي يغور بيه هو اللي يغورش ويتغاوي غار منك المستحيل الجنطة مال السفر حضرتها وزين الجواز وينه بالجنطة؟ زين انا اول ما اشوف احد يريد يسافر هو وجواري زين الحدام وين؟ نعم نعم قاعدين عيب عيب يعني وين اقعدكم ما يصير كافي عاد هم راح يزعل اخوك وما يتريق بسببك كافي ايش قد عارمه انت تعال شوف ظناك ما تعارختوا على الغداء شكو صاير ها حبيبي انا السفره اللي قاعده بيها مريم ما اقعد بيها والله حقك ها لا ترى والله شكلي بدك ما ما ينبلع ابني اسمعي اقول لك مريم سرا اسمعي انت وبنتك انا عندي هذا ابني يصعد ويا النفس زين دير بالك على بنتك وعلى نفسك من عندنا زين عيني خذ ابنك وروح انا ويا بنتي كافي دمرت هاي بنتي ها ها يعني هسه انت وقفتي ويا بنتك علينا لا انا لا والله انا اوقف ويا ابني عليك وعلى بنتك زين يلا اشتري لي سوي حبيبي تاج راسي تاج راس البيت تاج راس هذا البيت العملاق زين اسمع اقول لك اطلع على صفحه انا وياك بعدين نتغدى ورا ما هم يخلصون لا شنو وين تطردونه وين تطردينه حبيبتي بس دقيقه سرات سرات تمثيل والله العظيم تمثيل سرات بس دقيقه اقول لكم زين بس خلينا نتغدى وطردينه مو هسه يلا كافي عاد هاي جوه راسي حضرناها أنا خرب حياتك مصطفى ما اعتذر منهم حتى نرجع نضبط بابا هاي حسبي الله ونعم اخذ ابنك وروح منين ما اجي ابنك اخذه وروح انت وياه يلا خبلتوني انا بنتي ما اقدر ها ماما ما بعرفي عليك خلصتينا من مصطفى ايوه اخيرا خلصنا منهم اثنيناتهم اي والله يلا امشي خلينا نتغدى امشي امشي